ان شاء الله ان شاء الله يبقى فيلم ممتع للجمهور ويبقى حاجه غنيه بالنسبه لهم يا رب. لا يعني هو برضو مش ده الهدف اكيد طبعا، بس هو متحمس قوي لمحمد فراج والكل اللي موجودين في المسلسل. احمد برحب بيك معايا النهارده في لينا في بدايه كلمنا. ميرسي ليكي ومبسوط اني معاكم النهارده، وحابب ابارك قوي قوي لاصدقائي احمد وهالي واحمد فوزي واحمد عبد الحميد على نعناع. ان شاء الله ان شاء الله يبقى مشروع ناجح وان شاء الله يبسطوا بيه ويقول لهم بركه يا رب. شايف ان في معظم الفنانين برضو بيتجهوا ان هم يفتحوا بيزنس خاص بيهم، هل مثلا بتشوف ان دي خطوه برضو لازم معظم الناس تاخدها ولا على حسب وجهه نظر كل واحد؟ طبعا هي تبقى على حسب البني ادم في الاول وفي الاخر، بس يعني ما حدش يكره ان هو يبقى عنده اكتر من حاجه وعنده اكتر من حاجه يعتمد عليها، بالذات ان الشغل طبعا هو لازم يبقى الواحد بيحبه عشان يشتغل ومش معتمد عليه، مش مجرد للاعتماد المادي بس. طبعا محدش يحب ان هو يبقى كل زي ما بيقولوا البيت في سله واحده. يعني احنا ممكن قريب برضو نلاقي احمد خلاص صالح متجه لبزنس تاني. دعواتكم يا رب ان شاء الله يعمل لنا اللي فيه الخير. طبعا شاركت في موسم الافلام السنه دي بفيلمين العارف، مبروك عليه طبعا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كلمني هل كنت متوقع بيبقى فعال خصوصا العارف من تصدير الايرادات السنه دي؟ جدا جدا. العارف بالذات كنت متوقع ان هو هيعمل الحمد لله الشغل اللي عمله ده، لان فيلم تعب فيه جدا وقعدنا نصور فيه مده طويله، ويعني كل الاسامي اللي مشاركه فيه اذا كان ورا الكاميرا او قدام الكاميرا اساتذه كبار. فلا مبسوط قوي 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 بالفيلم وبنوعيه الفيلم، وبتمنى ان شاء الله يبقى فيه اكتر من الفيلم ده ومن نوعيه الفيلم دوت ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. طب ان شاء الله منتظرين عرض فيلم المحكمه ان شاء الله مع نجمة غدا عادل ومع مجموعه اساتذه كتير اساتذه كتير. ممكن يعني تتكلم شويه عن كواليس العمل ملامح الشخصيه؟ كواليس العمل كانت ممتعه جدا جدا، بالذات الشغل مع استاذ محمد امين، لان انا من محبي ومن جمهوره من زمان، فلما تم اختياري في الفيلم يعني خطوه للامام زي ما بيقولوا. فان شاء الله ان شاء الله يبقى فيلم ممتع للجمهور ويبقى حاجه غنيه بالنسبه لهم يا رب. طب ملامح الشخصيه كده حاجه بسيطه عنها؟ احنا بنتكلم عن محكمه، فاكيد يا اما مجرم يا اما محامي. يعني هو مش هقدر قوي ان انا اتكلم على التفاصيل، بس لا ان شاء الله فيلم مختلف ومهم وان شاء الله يعجب الجمهور يا رب. شارك برضو في غرفه 207؟ لا انا في مجلس ان شاء الله. ان شاء الله في يعني دور ضيف شرف. ضيف شرف. ضيف شرف ان شاء الله، بس متحمس جدا جدا للمسلسل، لان واحد من احلى السكريبتس اللي قريتها بقالي كتير جدا، يمكن ما يبقاش هو احلى واحد انا قريته، احلى سكريبت مسلسل انا قريته. فلا متحمس له قوي 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 قوي، متحمس قوي لمحمد فراج والكل اللي موجودين في المسلسل والاستاذ تامر عشري طبعا. فتفاؤل. ظهرت في 60 دقيقة وغيرت حاجات كتير في المسلسل، ناس كتير جدا كانت متعاطفة معاك وناس كانت يعني حسب ردود الأفعال كانت مختلفة. شفت أنت برضه ردود الأفعال دي كنت بتتابعها ولا استنى مثلا المسلسل يخلص بعد كده؟ لا بقى انا في الطبيعي عموما بستنى ان العمل يخلص عشان يبقى فيه رؤيه كامله واضحه شامله للموضوع وبعد كده اتكلم عليه بتفاصيله. بس لا اتبسطت جدا جدا من مشاركتي في 60 دقيقه، وبسطت قوي من استاذه مريم الاحمدي، بسطت لها جدا لان مسلسل مبهر وجديد من نوعه، لا تجربه مختلفه وان شاء الله اللي جاي بالنسبه لها يبقى احسن. متفائل قوي بالفتره اللي جايه. السؤال هنادي اللي قلب السوشيال ميديا من امبارح، الحمد لله الناس بتعيط معايا الحمد لله. والناس انت شفت افعالي ازاي؟ يعني مسلسل بيمس كل البنات، هل ان هو لا تتجوزي بقى مفضل تتجوزي اصلا؟ لا يعني هو برضو مش ده الهدف اكيد طبعا، بس هو بيوعوا الناس. بالظبط بيوعوا الناس وبيخلوا في فكره ان الاستعجال في اي حاجه مش صح، والتمسك بالراي في اي حاجه برضو على الرغم من كل العوامل اللي حواليك برضو ما بيبقاش صح. فمبسوط بيها قوي وفخور بيها قوي وحاسس ان هي خطوه كبيره ما شاء الله، وتفاعل الجمهور معاها عظيم، فيا رب ان شاء الله تبقى خطوه للي جاي احلى بكتير ان شاء الله. شكرا جدا ليك. ميرسي ليكي. ربنا يعزك يا رب.